حبايبنا مشاهدين في كل مكان في العالم كل مشاهدينا من خلال شاشه قناه القرمه برحب بكم حلقه جديده من برنامج الايمان اعلان وحياه. في بدايه الحلقه يسرني ويسعدني جدا اكون برحب برجل الله وخادم الانجيل الاخ المبارك الاخ ثروت فامي برحب بك اخ ثروت. مرحب بك يا اخ اندر ومرحب بكل مشاهدين قناه القرمه حول العالم. مستمتعين جدا بعمل الرب والاعلان الواضح من الرب من خلالك بالروح القدس ربنا يباركك حبا مشاهدين واحنا بنتوقف عند سلسله حسابات الايمان كنا في الحلقه اللي فاتت بنتكلم عن من خلال عبرانيين 11 عن ساره إيه بالايمان ساره نفسها أخذت القدره على انشاء نسل سبق وعرفنا ان الايمان حسابات تختلف عن العيان فالإيمان حسابات واحتسابات كلمنا عن أن الإيمان يأخذ رغم الموانع أو بمعنى أصح رغم الموانع الموجودة وده شفناه في سارة رغم سبع موانع كانت تمنع أن يقول لسارة نسل لكن سارة أخذت لأنها حسبت أن الذي وعد هو صادق موضوع حلقتنا النهارده الإيمان يقدم رغم الوعود صارت وانت الحلقه اللي فاتت قالت لنا عبرين 11 وقالت لنا آه قريت يعني من كلمه الله في عبرين 11 ثلاث محطات رئيسيه جدا خدنا المحطه الرئيسيه الاولى ساره حسبت ان الذي وعد صادق اخذت بالايمان النهارده بنوقف عند محطه ابراهيم على اي اساس كان يتعامل ابراهيم بالايمان امين أحب ألفت انتباه حضرتك وسادة المشاهدين أن حساب واحتساب الإيمان الصحيح كما سلفت الإشارة في عبرانين 11 مم. زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت يعرف ياخد المنع موجود مم. وعلى أي أساس حسبت الذي وعد صادقا المسألة الثانية مثلنا فيها أبونا إبراهيم مم. يقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب م. على اي اساس قدر يقدم إسحاق ويكمل اسحاق ده بالنسبه له مين قدم الذي قبل المواعيد اذا حساب الايمان في المساله الثانيه يعرف كيف يقدم برغم العوض ودي صعبه قوي يا خساره بلا شك انا كنت فاكر ان الايمان يعرف ياخد وبس وكل الناس فاكره كده لكن الايمان زي ما بيعرف ياخد بيعرف يدي يعني يعني اكيد واحد دلوقتي يقول لك هو الايمان يدي طبعا احنا متعودين طول عمرنا في الكنايس ومدارس الاحد والوعظات وو ان الايمان فقط هو ياخد. احب ارجع للقصه اتفضل آه من اساسها في سفر التكوين اصحاح 22 مم. يقول حدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم فقال له ابراهيم فقالها هانذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض المريا وصعدوا هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك بغض النظر عن البعد النبوي في هذا النص م. عن ان اسحاق هنا رمز لربنا يسوع المسيح الا ان البعد التطبيقي بالنسبه لنا م. رب قال لابراهيم خذ ابنك ما قالوش خذ عبدك نمره اثنين وحيدك لان الاصحاح اللي قبله كان طرد الجاريه وابنها اللي هي هاجر واسماعيل حته توضيحيه بس يعني في النص ده دليل قاطع على ان ابراهيم كان أو أو مش في ابراهيم فقط لكن كان يعني كلام الله موجه من ابراهيم إلى اسحاق وليس إلى أحد آخر. اه بالظبط كده عن اسحاق مش إلى اسحاق آه. عن اسحاق يعني مش مقصود بيه حد ثاني. لا يبقى نمرة واحد ابنك م. اتنين وحيدك تلاتة الذي تحبه م. أربعة راح محدده له بحصر اللفظ بالاسم اسحاق لأن كان ممكن يقدم حد من عبيده آه على اعتبار برضه هو ابن البيت اه وليد اه اه وليد وليد البيت واحد من ولدان البيت مم. مم. واحدهم قال اذا اردت ان تطاع اطلب ما يستطاع لأ لان ده امر صعب امر آه صعب جدا 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 لكن يقول الكتاب مم. بالايمان قدم ابراهيم اسحاق ارجو ان نلاحظ انه ما قدموش لما مشي به ثلاث ايام كانت مجرد نزهه ده الكتاب يقول لك وهو مجرب. مم. وفي السكه لما خد اسحاق يقدمه آآ 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 قال له يا ابي قال له هأنذا، وكلمه هأنذا اتكررت في الاصحاح ده ثلاث مرات، لما الرب نادى عليه قال له ابراهيم قال له هأنذا. ولما اسحاق قال له يا ابي قال له هأنذا، ولما الرب نادى عليه للمره الثانيه وهو بيقدم اسحاق قال له ابراهيم ابراهيم قال له هأنذا. كلمه هأنذا تعني استعداد قائم ودائم لطاعة الرب عن أي أمر الى اي مكان في اي زمان لكن ينبغي ان يطاع الله اكثر, أكثر من الناس. الناس لما قال له يا ابراهيم قال له ها انا قال له خذ ابنك بكر ابراهيم صباحا وراح يقدمه له م. في السكة ابنه بيقول له يا ابي قال له ها أنا قال له انا متعود معاك لما نطلع نقدم ذبيحه بيبقى فيها ثلاث عناصر اساسيه الذبيحه والنار والسكين كينزي. العنصر الاساسي مش موجود يا ابويا فين الذبيحة أنا م. أتخيل أن إبراهيم لما رد على إسحاق ودى وشه الناحية التانية عشان إسحاق ما يشوفش دموع أبوه م. لما قال له الله يرى له الخروف م. للمحرقة يا ابني يعني دي فيها بعد نبوي م. مش موضوعنا المرة دي لكن عاوز أقول له مهنت إسحاق بس مش قادر أقولها له كصعب قوي على مشاعر إبراهيم بلا وأب وابن المحر... وحيد والذي يحبه بالظبط مم. واول ما وصل للمكان المعين ليه من قبل مم. الرب على جبل المرايا بنى المذبح ورتب, ورتب الحطب, الحطب وربط اسحاق ورفع ايده وهينزل عليه بالسكين صعب قوي يا اخ ثروت إن, ان اب يقعد يربط ابنه ولا سيما يعني احنا بنتكلم هنا عن لا يوجد تقرار سابق ان الله طلب من اي انسان والله ضد هذا المبدا على اساس طبعا. الله لا يطلب ذبائح بشريه راح منادى عليه لان ابراهيم ما كانش يعني غير جد في الموضوع ده بل بالعكس نزل بالسكين على ابنه راح منادى عليه مم. قال له ابراهيم ابراهيم سبع حالات الرب كرر فيهم الاسم كانت واحده من ضمن نادى على ابراهيم مم. قال له ها انا ما زلت عندي استعداد قائم ودائم لطاعة جلالك عن أي أمر إلى أي مكان في أي زمن. وصل الأمر أن أزبح ابني قال له ارفع يدك قال له ارفع يد لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا. وبعد كده انا بتخيل ان الرب اتعدله قال له ايه؟ بذاتي اقسمت. يعني ما فيش اعظم من الله يقسم به فاقسم بذاته. يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك. اباركك مباركه. اثنين اكثر نسلك تكثيرا. كنجوم السماء وَكَالْرَمْلَ الذي على شاطئ البحر ثلاث ويرث نسلك باب أعدائه أربعة ويتبارك في نسلك جميع, جميع أمم من الأرض من أجل أنك سمعت لقوله على أي أساس إذا ربنا إبراهيم يقدم إسحاق المتجسدة والمتجسمة في كل المواعيد الإلهية على فكرة م. كان على إبراهيم أن يختار أحد أمرين إما وعد الله والله الواعي وعد الله متجسد أمامه في إسحاق الله الوعد قال له قدم لي اسحاق اختار الوعد ولا الوعد؟ صعب قوي اختار الوعد قال له عمر الوعد ما هيكون اغلى من الواعد مم. وعمر اسحاق ما هيكون اغلى منه ترتيب الاولويات مم. في حياه ابونا ابراهيم كان, كان الرب الاول صح. على اي اساس هنا مم. تاتي المساله الحسابيه والاحتسابيه الثانيه للايمان اللي هيرد على السؤال مم. حسب ان الله قادر, قادر على الاقامه من الاموات ايضا وهنا اقول مم. ان حساب واحتساب الايمان الصحيح يعرف كيف يقدم برغم الوعود من خلال الحساب في قدره الله فالله قادر على مستوى ثلاث دوائر قادر بصفه عامه مم. قادر بصفه خاصه قادر بصفه اخص قادر بصفه عامه تفتكر الله قادر على كم حاجه قدرة. خليني اذكر لك بعض الامور اللي الله م. قادر فيها بصفه عامه. اول حاجه يقول لك من ثم يقدر ان يخلص الى التمام. قادر على الخلاص. نمره اثنين قادر ان يثبت، من انت يا من تدين عبد غيرك؟ هو قل. لمولاه يثبت م. او يسقط ولكنه سيثبت لان الله قادر قادر ان يثبته. ثلاثه قادر ان يعين. م. ليس لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرسل ضعفاتنا. بل مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطية من ثم يقدر ان يعين المجربين. اربعه قادر ان يخلق، الله قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولاد لابراهيم. خمسه الله قادر ان يحفظكم غير عثرين ويوقفكم امام مجده في الابتهاج بلا عيب. آه الله قادر على كم حاجه اجمالا يعني المجال يضيق بينا ان احنا نعدد قدرة الله ارفعوا الى العلاء عونكم وانظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جنده يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة ولكونه. وكونه شديد القدرة لا يفقد, لا يفقد أحد وبالاجماع هل يعصر على الرب شيء حاشا الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله وأيوب قال في الختام قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر إذا حسبها قدره الله العامه الله م. قادر بصفه عامه نمره اثنين في النص ده م. بقى حسب ان الله قادر على, على الاقامه, الإقامة من, من الاموات ايضا م. ايضا يعني هنا المساله الحسابيه م. بالتحديد الخاصه بابونا ابراهيم لايمانه يعني ايه ايضا معنى كده ان كان في حاله اقامه من الموت سابقه وكان واثق ان الله هيقدر يكرر الامر مره, مرة, مرة تانية. تانية اه بنقرا على حاله الموت السابقه في رساله روميا اصحاح اربعه, بيقول ايه في عدد 17 كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيره امام الله الذي امن به م. الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده فهو على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا لامم كثيره كما قيل هكذا يكون نسلك واذ لم يكن ضعيفا في الايمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتًا مماتًا يبقى كانت أول حالة إيمان هو نفسه هو نفسه فإذا كان الله صنع معي أنا نفسي قيامة لجسدي عشان يكون عندي نسل بالظبط كده يقول هنا لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتًا إذ قد كان ابن نحو 100 سنة يعني وصل لسن الميت سنة فده سن ميت عن الإنجاب مم. وكمان دي دي إماتة داخلية في في كمان ماتة خارجية ولا مماتية مستودع يعني الصورة. الطرف الاخر ايضا ميت ميت, على عن الانجاب مم. لكن زي ما اداله اسحاق مقام من ممات جسد ميت فيه هو يقدر يديله اسحاق مرة تانية بعد ما يموت فعليا بعد ما يذبحه فعليا ويولح فيه كذبيحة ويتحول لكم رماد قادر على الإقامة من الأموات أيضا أمين كلام جميل جدا أخ ثروت نطلع فاصل لكن عايز أقول جملة قبل ما نطلع الفاصل أسيبها للمشاهد أن الاختبارات والإحسانات السابقة اللي الله بيصنعها في حياتنا بتتحول إلى قوة دفع نستطيع من خلالها أن نكمل ونحن واثقين أن الذي صنع في الماضي سيصنع في الحاضر والمستقبل أيضا أمين حبا المشاهدين تابعونا بعد الفاصل وما زلنا مع الإيمان يقدم رغم الوعود فاصل ونرجع معكم شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.karmatv.com أو راسلنا على بي 3610 سيل بيتش، كاليفورنيا 90740. حبا مشاهدينا مرة ثانية برحب بكم في الإيمان إعلان وحياة. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع حلقة النهاردة الإيمان يقدم رغم الوعود إبراهيم استند على أن الله قادر كما في الحلقة السابقة كانت سارة تستند على أن الله الذي وعد هو صادق سارة كنت بتكلم عن أن إبراهيم كان عنده مثال سابق في نفسه وأرينا من رمية أربعة الآيات اللي حضرتك قريتها إذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا. اللي خلى ابراهيم يصدق وهو بيقدم اسحاق وعنده يقين وعنده ايمان انه هيرجع باسحاق انه عنده تجربه سابقه. وقلت لحضرتك طلعت بيه للفاصل كرساله للمشاهد ان الاحسانات التي صنعها الله في حياتنا بتبقى عامله زي قوه الدفع والركيزه اللي بستند عليها وانا داخل في تجربه اخرى كما كان معي في الماضي فلن يتخلى عني في الحاضر وسيكون معي في المستقبل. اتفضل اختصار. آه وده اللي خلى زي ما حضرتك استكمالا للي حضرتك بتقوله اللي خلى ابراهيم قدم اسحاق وهو مطمن واثق انه هيقوم بدليل انه لما راح باسحاق ووصل للمنطقه اللي الرب قال له عليها اللي هي جبل المورية كان مع عبدين غلامين مم. فقال للغلامين كلمة يفهم منها الإيمان بالظبط يفهم منها إن إسحاق ده هيموت ويقوم قال لهم إيه خليكم أنتوا هنا جنب الحمار مم. هنسجد هناك ثم نرجع إليكما مم. مش هنسجد هناك وارجع أنا لا هروح إحنا الاثنين نسجد وفي نفس الوقت احنا الاثنين نرجع هنرجع وألاحظ شيء ثاني ان تقديم اسحاق بالنسبه لابونا ابراهيم كان مم. نوع من انواع السجود لان هي نوعيه الذبيحه لان في مم. لان احنا عارفين ان في فرق بين الصلاه والسجود بالظبط في الصلاه انا باخد مم. في السجود انا بدل. انا بقدم مم. في الصلاه مشغول بعطاء الرب مم. لكن في السجود انا مشغول انا مشغول بتمجيد الرب برب العطايا مم. فهو قال لهم نسجد هناك ثم نرجع إلى اليكما علشان كده مكتوب للرب الهك تسجد وإياه وحده, وإيا وإيا وحده تعبد وإياه تعبد فالرصيد الماضي بيكون قوه دفع ورفع مم. للطاعه في الخطوه اللي جايه رغم آه اخي الثروه كان في تحديات نفسيه كبيره جدا على ابراهيم كأب واسحاق ابن وحيد ويحبه وموقف ابراهيم قدام ساره وواخده في الصبح موقف ابراهيم قدام العبدي اللي قال لهم اجلسوا انتم هنا يعني تحديات صعبه جدا ممكن يكون الله بيطلب مني حاجه معينه اه بيمتحن فيها ايماني عشان اقدمها ويكون صعب قوي غالية قوي على قلبي بالتاكيد بالتاكيد احنا قلنا على اي اساس قدر يحسبها حسب ان الله قادر قادر م. على ايه على الاقامه من الاموات مم. ايضا ايضا فاتفقنا ان الله من وجهه نظر ابراهيم او حساباته ايمان ابراهيم مم. قادر بصفه عامه اثنين قادر بصفه خاصه على الاقامه من الاموات ايضا مم. وقادر بصفه اخص, أخص. بمعنى مم. مم. كان لازم ابراهيم يقدم اسحاق كان لازم مم. كان لازم ليه تقديم اسحاق وان كان في طاعه من ابراهيم لله من ابراهيم لله م. لكن في تنفيذ وعد الله من إبراه... من الله نفسه لابراهيم بمعنى في مبدا كتابي احنا اتفقنا ان الوعد بي... ان الله وعد ابراهيم في تكوين 12 بسبع مواعيد م. من ضمنها في نسلك تتبارك جميع الامم جميع امم الارض م. الايمان الثالث بقى ان الله قادر بصفه اخص يوضح لنا إن كان لازم إسحاق يموت مم. في مبدأ اللي هو مبدأ الزرع والحصاد بالظبط قال عنه بولس الرسول ايه الذي تزرعه ييه. لا يحيا مم. إن لم يموت مم. وسيدي سبق وأكد المبدأ الحنطة إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها بالظبط لكن إن ماتت تأتي بصمر مم. تأتي بصمر كتير أنا بزرعها حباية بقصد سنبله بزرعها سنبله بحصدها حزمه ولو فضلت حبايه هتفضل حبايه هتفضل حبايه فلو احتفظ باسحاق وما قدموش كان هيفضل اسحاق وممكن يموت من غير ما نحس بعد بالزبط. كده وده الامر الطبيعي يعني لكن مم. لما قدم اسحاق حصده كنجوم السماء مم. وده مبدا كتابي فمثلا مبدا الاماته للاكثار مم. افتح معايا سفر الخروج اصحاح واحد نشوف المبدا ده مم. الاماته للاكثار الاماته مم. للاكثار مم. إيه في سفر الخروج الاصحاح الاول الكتاب بيذكر بني اسرائيل اللي نزلوا الى ارض مصر بالضبط. هذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر مع يعقوب جاء كل انسان وبيته بيذكر اساميهم راوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين, سبعين نفس ولكن يوسف كان في مصر خلي بالك بقى معايا في عدد ست م. يقول لك ومات يوسف وكل اخوته وكل اخوته مع جميع ذلك الجيل. وجميع ذلك الجيل م. هناخد يوسف كرمز للرب يسوع م. وهناخد اخواته بالنسبه للمؤمنين م. وجميع ذلك الجيل النتيجه ايه؟ فاثمروا واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا وتوالدوا وناموا, وناموا كثيرا وكثروا. وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم مم. ففي مبدأ اسمه مبدأ الاماته للاكثار مم. والازدياد هذا المبدأ من منظور روحي يقول عنه الكتاب اطلب اليكم ايها الاخوه برأفه الله ان تقدموا ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية حي. مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا م. تشاكلوا هذا الدهر بل, تغير. بل عن شكلكم بتجديد, بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة شوف نفس المبدأ بيقوله بولس الرسول في كورنثوس الثانية أصحاح أربعة فبيقول لنا إيه لأننا من عدد عشر حاملين في الجسد كل حين اماتة الرب, الرب يسوع. يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا يعني مش هتظهر حياة يسوع الا بالموت بالاماتة بالاماتة م. لاننا نحن الاحياء م. نسلم دائما للموت من اجل يسوع، طب ليه؟ لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا المائت ومش كده وبس يقول لك اذا الموت يعمل فينا ولكن الحياه فيكم. م المؤمن اللي بيمارس الاماته في حياته هو ده المؤمن اللي اللي هي هيمارس الاسمار. ممكن يكون مبدا الاماته او مبدا الصليب يكون من المبادئ يعني الصعبه على الناس الصعبه على الناس ما يقدر يعيشها. صعبه صعبه قرار صعب لكن لابد منه ولا بديل إذا عم. أردت الإثمار وإذا أردت أن تظهر حياة المسيح فيها لا مجال ولا طريق آخر ولا وسيلة أخرى أخرى إلا الإماتة آه، نأخذها بصورة رمزية في قصة شمشون م. يعني في سفر القضاة قصة الأسد؟ آه لا م. شمشون لما في أواخر أيامه م. قال للرب كلمة بعد ما آه الخطية قلعت عينيه. آه قال للرب كلمة في موقف بيقول ايه؟ آه هو صلى للرب بعد ما تاب ورجع وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. قضاها 16 16 عدد 28 مزبوط فدعا شمشون آه الرب وقال يا سيد الرب اذكرني اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فانتقم فانتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما واستند عليهما الواحد بيمينه والاخر, والآخر بيصار. بيصار. وقال شمشون نخلي بالنا بقى من العباره اللي قالها لتموت نفسي لتموت نفسي مع الفلسطينيين لما حكم على نفسه بالاماته مم. ومات فعلا ده ناحيه حرفيه احنا بناخدها بس كناحيه من تامليه من التوضيح اه كانت النتيجه يقول لك الكتاب ايه؟ مم. وده, وده كلام مهم جدا فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته يعني استخدام الرب لشمشون مم. وهو فموته بيموت موته أكثر بكثير أكثر من استخدامه في حياته في حياته مم. من هنا كان ولابد أن يتأصل فينا مبدأ الصليب مبدأ إماتي. المسيح مع المسيح صلبت لا أحيا لا أنا بل المسيح. يحيا فيه. فما أحياه الآن في الجسد؟ أحياه. لما أحياه في الإيمان. إيمان, إيمان, إيمان ابن الله. الذي أحبني. وأسلم نفسه لأجله. إذا أردت الإسمار، إذا أردت الاستخدام، إذا أردت أن يظهر حياة الله فيه، وإذا أردت أن يظهر يسوع بقوة ومجد في حياتي، لا سبيل إلا أن أرجع للجرجسة وتعلق هناك. أساس كل بركة مم. الحكم على الذات أساس كل استخدام عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد سُرب معه يبطل جسد, جسد الخطية كي لا نعود نستعبد فيما بعد وبناء عليه مم. لابد أن نضع ذواتنا تحت حكم الموت كل يوم حتى الموت أو مجيء الرب وانا تصحح لي الكلام ده ارى لا في ابراهيم وهو رايح ياخد اسحاق كان بيحط نفسه ويحط ذاته تحط بيحط مشاعره بيحط كل تعلق بيه للعالم في الاماته فحط اسحاق وحط نفسه رجع بالاثنين ده وباسمار ده قبل ما يدبح او قبل ما يرفع يده عشان يدبح اسحاق كان, اسحاق بيدبحه لما بالزبط. سأله. وهو بيدبح وهو واخد القرار وهو السكينه والتاجر كان هو بيدبح نفسه أول خلع اسحاق من نفسه بلا شك عشان كده رجع باسحاق ده ما رجعش بيه لوحده بقى المرات ده رجع بيه تبارك كان فيه السماء في الكثره اه اذا حسب ان الله قادر على الاقامه بصفه عامه وكلنا م. بنؤمن بيها م. الاقامه بصفه خاصه من الاموات لكن, لكن الاقامه بصفه أخص. أخص. انه كان لازم يزرعوا علشان يحصدوا كان لازم يموت علشان يكتر نفس مبدا الصليب مم. اللي سيدي له كل المجد هو حبه الحنطة بالضبط التي وقعت في الارض فاتت وأتت بثمر كثير ربنا يباركك اخ ثروت للاسف الوقت بياخدنا بسرعه لان الكلام جميل والكلام عميق والكلام مشجع جدا وانا بشعر ان احنا يعني وكاننا مش وكاننا دي الحقيقه امام مائده مليئه بالاطياب ومليئه بالدسم اشكرك جدا بقى مشاهدين كلمه بسيطه وانا بنهي الحلقه على بتكلم عن الايمان يقدم رغم الوعود اذا اردت ان تحيا الاثمار اذا اردت ان يظهر حياه المسيح فيك يجب ان تفعل امرين فعلهم ابراهيم بالايمان ابراهيم حسب ان الله قادر ثق ان الله قادر وابراهيم قدم إسحاق مجرد عيش الإماتة وأنت متكل على أن الله قادر سوف ترى الإثمار في حياتك أشكركم جدا لأجل متابعتكم لحلقتنا ولا اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الإيمان إعلان وحياة